بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah فطر من صلصال كالفخار عند شجرك مجلجل أفر فطره إلى الله سبحانه وتعالى إن كفطره بوهلا الله سبحانه وتعالى لآدم يفطره الروح وإن استنفاس بآدم مستن دي مجبا آدم رجا آدم صوخه متغنيا كذب الشنبر يعني يصوزر وجهن بوجن يا أيها الناس إنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أنت سويتشوي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنيا إلى الله راسون سيها كبرنا إنيا يبقى إنجليزيا ذا رويال وي يلوتال أنت نبوس راسون سيها تلك إنيا أفلو إنا قرال بتشاون هنو الله راسون هتلكو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كوندنا كسيت فترناتشو وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أنت نقدوش بهر بهر سبوش عدد رقناتشو لتعارفو لتتواوكو زندي لال الله سبحانه وتعالى يسو اللي جمدي عدرقو أسقنية كتلو للاينيو عالم عالم الأجنان عالم الجن يجنوش عالمنو الله سبحانه وتعالى جنوش سووش لنا ملايكوش اند فترة كل فترة عشو كني جنوش أفت عدر يتلينو يجنوش مسارات عشو إساتنو غانين يميبالو جان يجنوش هلو مسارات عباتنو الله سبحانه وتعالى بسورة الرحمن وخلق الجان من نار جنة وخلق الجان جان ننفتقروا الله غانين ننفتقروا من مارج من نار كأسات يهونا مارج يأسات نبلبال تيس يليلون مارج تيس كليلو يأسات نبلبال الله فتقروا إيه جاننو لآدم حواء ندفتر هلو لجانم لسو متومن تند الله كفتر اللتبو على كجاننا كزجت انبو جنوش ترابو انام آدم النازر ريوچو وده مدر كمم تاتاچو بفيت مدر لا ينبروت جنوش ناچو كذابو هلام زلقو اهونم ابرو نينورالو كن يتلا يباخري سلالاچو انرسو النسو يونال إنيا أناجو أنتان دقزي قال هنا دستقع لذي جنوج لكن دسوكوج جنوج لكن دسوكوج يبالالو يتألتالو يرابالو كجنوج محقل حابتام اللي دهال ادنو رجم اللي باچرو مكتش اللي كجنوج محقل وندال سيت اللي كجنوج محقل عواقي اللي اوقات يليلو على كجنوج محكل وفران كجن لك بسوج بحري ملكو جزين امسايا الله سبحانه وتعالى ستواتشو لنسو يتلي يهون بحري سينوراتشو بمدر الله ينورانو تادا سوجنا جنوج هلتو نبياتوش كالله سبحانه وتعالى زند تقبلو لعالم باستان نفوت نغرو تولو انرسون تتاياك اوجناتشو اهم بمكترو تاياتوش انها لن اخوة الايمان نبياتوش سيلاكو كالله سبحانه وتعالى زند يتكبلوت ملئكت سووچنم جنوچنم يملكتان جنوچ اند سووچولو الله سبحانه وتعالى فيت بمسعاتو كان بكياما كان قومو فرداتشو نكبلالو كنرسو محكل الله تعزاجوك مسلمو جالو كنرسو محكل كهاديان عالو كجنوك محكل أستماروك تروس المقباري الله جو عالو عمز انوك تنقواسوك عالو نبي صلى الله عليه وسلم سيلاكو ملك تاتشو جنوكينم سنوكينم ياتك أهلالالو موسام اندزيو سيلاكو ملك تاتشو سنوكينم جنوكينم ياتك أهلالالو سليمان سيلاكو ملك تاتشو سووچنم جنوچنم ياتقاللال عيسى بن مريم سيلاكو ملك تاتشو سووچنم جنوچنم ياتقاللال اندزي ادرگو نو الله سبحانه وتعالى يفطراچو انا ده سورة الجن لاي اندي لال عند جن وان من المسلمون ومن الكافرون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم أثبا قرآنًا لقرآن الملك تكمك أبلا بفيت وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا من المسلمون إنه كنا معك المسلمون لجيتاتشو تنزاجوش عنه ومن القاسطون قاسط مالت ظالم مالتنا مقسطنا مقسط مالت فتحاوي تنزاج قاسط مالت دمو وانجلنيا مسمري ساتا أمسكنيا مالتنا وأما القاسطون إننيا يونجلوت يامسوت النسوك أتقبات جوال إنه كنا محكل تعزاريك مسلمو جارلو ومما القاسطون كنا محكل دبو أمسهنو جارلو فمن أسلم راسون لكيتاو يسركب لكيتاو فقعد ينورا فأولئك تحروا رشدا إنيا كنا جان مرتو تككلن يون منقد مرتو وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إنيا قاسطون أمسهنو جوغن يجهنم حطب ما قدو يجهونو لو دفي تميونو النقر حقيقة سلهونا من ناقرونو الله سبحانه وتعالى إهننو أصدقو بصورة الجن لي سلنا السوزينا تناقر نا إخوة الإيمان نبيه صلى الله عليه وسلم مكة ليهونو سووشن الله سبحانه وتعالى ببتشن مند يعمل كوزن بسيت أرواتشو ملكتاتشو لسووت بتشاي تقدبال نبرم جنوشن من دزيو نبي صلى الله عليه وسلم هيدو ناستمرالو جنوش كنسو محكل كهديان تنقاسو جالو كجنوش محكل تازاجوج يا الله سبحانه وتعالى كنت أقل قيوش عالو إنها نبي صلى الله عليه وسلم بمكة سالو أنت جنبي بتعنا يامنا مسلم يهونا جننو يمتعنا يا الله ملك تنيا هوي هزبوشي مكري أسفل لغا جوال بلو نبي صلى الله عليه وسلم منو تبازنو يوزنا جوال نبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش إجيتا يصورانو اسكي إنيو عن القمة قال قلت لعبد الله بن مسعود القمانو يمنا قرونا قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود دبي القد هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد نبي صلى الله عليه وسلم جنوكم ذمكروك أن كان أنت محكل كان نبي صلى الله عليه وسلم قا أبرو إهدى سونا برنا فقال ابن مسعود من يالو ما صحبه منا أحد كان محكل من نمسو نبي صلى الله عليه وسلم يتقود أن يبرو إهدى لبرم ولكننا فقدناه ذات ليلة كمنا كانت عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم أطعناك وتصوروا كيتاك بمكة بمكة صلى فقلنا اغتيل نبي صلى الله عليه وسلم تقدروا مالتنا تعلات بوزو صلى نبر بكيزو استطير تنتقوا مالتنا بلن علم ما فعل يتيد النبي صلى الله عليه وسلم بلن عن النام قال ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم سوج كان قد يكفى بهنا لليتست قنقان بحساب ستمن فلما كان في وجه الصبح لك نقاطو أكبابي أو قال في الصحر ويكا قوكا مكتدو بفيت إذا نحن به يجيء من قبل حراء نبي صلى الله عليه وسلم كحراء وشاك بابي سيمتوا يناتشو فقلنا يا رسول الله أنتو الله ملك تنياوي بلن ألناقر ناتشو كذابوا حالا فذكروا الذي كانوا فيه إننا نبي صلى الله عليه وسلم بالدروج يهدروبتن ينبروبتن تارك ينبروبتن يسألفتن هنيتا لنبي صلى الله عليه وسلم نقراتشو فقال إنه أتاني داعي الجن نبي صلى الله عليه وسلم منالو إنه أنت يا جن داعي تتعري مكاري أستماري ودني زند متى كذابوا هلا ودنزبوتو زند زون هيدا فأتيتهم نموزا هيجي فقرأت عليهم بنرسو لي قرآن أنبب كلاتشو قال فانطلق كذان عبد الله بن مسعود من الالو فانطلق نبي صلى الله عليه وسلم إنان يزو هيدو فأرانا آثارهم فانا وچاتشون أسايون نبي صلى الله عليه وسلم وآثار نيرانهم
እሳቶቻቸውን ያቀጣጥሉበት ምግቦቻቸውን ያበስሉበት የነበረውንም አሳራቸውን ፋናዎቻቸውን አሳዩን قال قال الشعبي امام الشعبي من يلالو سالوه الزاد اننا جنوج نبي صلى الله عليه وسلم قلب طيقواچو انيا قلب يلنم قلب يدرجلن بلو قال عامر عامر من يلالو سالوه بمكه وكانوا من جن الجزيره اننا جنوج نبي صلى الله عليه وسلم قلب يطيقواچو نبي بمكه سالو نو جنوجو دغمو يا جزيره العرب يا عرب دسيت جنوج نبرو فقال كل عزم ذكر فيه اسم الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كل عزم اياندندو اطنت اطنت ذكر اسم الله عليه يا كبت بمتاردبت غزي يا الله سم يتوصابت بسم الله بالله سم تقولوا يتارد يتسوى كبت اطنت كله يقع في ايديكم ان انت اج لي بيعرف يعني سغاون بلتاچولت بتطلو او فرما يكون لحما كطالاچوت بهالا لجنوچو يمياقفو سغا كمنن بلاي نو يا الله سم كالتتقسبت اطنت بلاي يا الله سم يتوسابت سغا اطنت يوفر يفافا سغا ميزان وكل بعره يا انسسات يتصدادوت لمثال افانديا كوبت يهي او روثتين ياونو على في اللي دوابكم ان انت لنسساتوቻችሁ ሰጣችሁ ምግብ ከዛ በኋላ እነሱ የተጸዳዱት በአራ ያ ነገር የነሱ ምግብ ነው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈላ ተስተንጁ ቢሂማ በዛ እስቲንጃ እንዳታረጉ እንዳትጸዳዱ ሽንት እንዳታደርጉ ሰገራችሁ እንዳታጸዱበት ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فانهما زاد اخوانكم ሁለቱ አጥንትና እንስሳት የተጸዳዱት ነገር እናንተ እንዳትጸዳዱበት እንዳታደራርቁ فإنهما زاد إخوانكم እነኚህ ሁለቱ የወንድሞቻችሁ ቀለቦች ናቸው من الجن وهكذا رواه مسلم إمام مسلم እንደዚሁ ሐዲስ አውርተዋል ስለዚህ ጅኖች ቀለባቸው አጥንት ላይና የእንስሳት እንስሳት በተጸዳዱት ነገር በፋንድያ ወይንም በኩበት ላይ የተሰራ ይሆናልና አንዳንድ ጅኖች ሰዎች በአጥንት ሲጸዳዱ ሽንታቸውን ወይንም ሰገራቸውን በዛ ሲጸዳዱ ካገኛቸው ይተናቆሏቸዋልና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት ስለሆነ በአጥንት መጸዳዳት የለብንም በፋንድያ በኩበት እንደዚህ መጸዳዳት የለብንም መጀመሪያ ንጹህውን ነገሮች ነው መጸዳዳት ያለብን አሁን አንድ ጥያቄ አለ ሰዎች ዘንድ የሆነ የተምታታ ሐሳብ የሚፈጥርባቸው ጅን ይባላል ሸይጣን ይባላል ኢብሊስ ይባላል ጃን ይባላል ምንድን ነው ይሄ ልዩነቱ ሌሎች ይችላሉ እخዋ ጃን ማለት ሰው ብለን አደም እንደምንለው ጅን ብለን ጃን እንላለን ጃን ወይ ጋኔን የጅኖች ሁሉ መሰረት ነው አደም የሰዎች ሁሉ መሰረት እንደሆነ ሁሉ ሌላኛው ሸይጣን ስንል ከጅኖች መሐከል ሙስሊም ያልሆነ ከሃዲ ተንኳሳ ታዛዥ ያልሆነ አመጸኛ የሆነ የጅን አይነት ነው ከሸይጣን አና ማለት فعل فعل منكرا مطفو سرا صياف سرا الناسوق سرا سرا ማለት ነው ተሸይጣን ማለት ሸይጣን ከተባለ ማንም ካፍር የሆነ ተንኳሳ ወጅረም አመጸኛ የሆነ ጅን ይጠራበታል ግን አል በአረብኛ አንድ ነገር የታወቀ የሚደረግበት ዘዴው መላምቱ አል መጨመር ነው ሸይጣን ማንኛውም ሸይጣን ነው አሽ ሸይጣን ከተባለ ግን ኢብሊስ ነው አሽ ሸይጣን በአሊፍ ከሆነ ስለዚህ ይሄን በእንግሊዘኛው ዴፊኒት አርቲክል የሚሉት ዘ አረብኛው ላይ አል ነው አሸይጣን ከተባለ ያ ኢብሊስ ይሆናል አሸይጣን ወይንም ኢብሊስ ማን ነው ኢብሊስ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ስለ ኢብሊስ ኢብሊስ ወይንም ሰዎች ዲያብሎስ የሚሉት ማን ነው እሱ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲላል ካን ምን ልጅን እሱ ከጅኖች መሐከል ነበር አፈጣጠሩ ከጅኖች መሐከል ነው ማለት ከጀሃነም በኋላ ሲወርድ ሲዋረድ የጅኖች ትውልድ ከተገኘ በኋላ ከጅኖች አንዱ ነበር
ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Ta'ala መላእክቶች ዘንድ ከፍ አደረገው ካነ ሙጢአን አላህን ታዛዥ የነበረ በመሆኑ ከዚያም አላህ Subhanahu Ta'ala ወደ መላእክቶች ስፍራ ከፍ ካደረገው በኋላ ቁራት ያዘው ምን ጊዜ አደምን እጅ ንሳው የሚል ትእዛዝ አላህ Subhanahu Ta'ala አስተላለፈ ይህን ጊዜ ትእዛዙ የአላህ ነው አደምን እጅ ንሳው አጎንብስለት ሲባል አላህ Subhanahu Ta'ala ማ መነዐከ አን ተስጁደ ኢዝ አመርቱክ ባዘዝኩህ ጊዜ እንዳታጎነብስ ምንድን ነው የከለከለህ ብሎ ሲለው الله سبحانه وتعالى اني كسو شالالو انا خير منه اندي تازنياله አልታዘዝም የፈለገ ቅጣት ይدرسብኝ አልታዘዝም ከሱ አላንስም እኔ እብበልጥ እንጂ ስለዚህ ምንም ተዛዙ አንተ ቢሆንም አላደርገው جہነም ትገባለህ ልግባ እንደዚህ ነው ያለው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ከእዝነቱ አባረረው آدم حواء إنا إبليس أبرو نبرو إبليس كما بالو بفيد إبليس مالت أباليس إبلاس كمين ليت وصدو تصفى مقبط مالتنو كان مازمت جيك تصفى يقرد من إذنتي للو كزان اللهم إزاو كجنة بطعة بلو سيلو عندت إياك إنت إياكو نيجرمو الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء دعان تقبينو كشيطان انكوا تقبلوا على الله سبحانه وتعالى فانذرني الى يوم يبعثون سويش كميك الفقاسو الى تعتق ديلن يسكا قياما درس بلوالو الله تقويا الله قم موتن التالفات موت تاقيني تاقيني هالج الى يوم معلوم اسكمي تاوك او الى كتوسن الله الى درس تقويا الله كذابو هالا انقرياوز اني كذي الجنساو اقوم بسلت كالكين سو تولدوج يراسين سراويت دقافي املا ملالو تزقالي جيوت قالو اتقم ماتشو قالو تنش وچننجي بزوچو لانتا مسغانيوچو نواتا غنياچوم انتا نميكدو بعد عملو كوتوس تميقبو كانتا فقاد وچ ميهونو جهنمن عبرون يميورسوات አደርጋቸዋለሁ ብሎ ምን ወጥቷል ለሲም አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል እናንተ ሰዎች ሆይ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ሸይጣን እናንተ ግልጽ ጣላት ነው ጣላት አድርጋችሁ ያዙት ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala እና ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄንን በኢብሊስና በአደም መሐከል ያለውን كنونت سي تقص نديت انداتاللاچو سيناغر الله سبحانه وتعالى بسوره طه كقطر 118 اسكا قطر 122 بالو انقص اندي لال الله سبحانه وتعالى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تغمر فيها ولا تبقى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إن هذا يه أكل الله آدم نيانا قرونه إن هذا يه أكل ما نسو إبليس عدو لك ولزوجك لا تتلعتنو ولزوجك لبالبيته لا حواء متلعتنو فلا يخرجنكما من الجنة كجنة اندا ياسوت اتشوها التالو اتشو فتشقى كذابها لا منات اتغن الله لسك ايت الدارق الله بلو على الله سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك إنه لن تعلل له جنة است ألا تجوع فيها جنة است هنا لا تراب علل لكل نقر متبلاو ولا تعرى لا
لا تراقوتم متلبسو ينورحال جنة است وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى انت لا تظمأ فيها اتتمام جنة استونه ولا تضحى يزعيك عطلو ما اغنيهم بلو الله سبحانه وتعالى ياتشين بلس ياتشين حبا انداي بلا استفككو جن فوسوس اليه الشيطان الشيطان ابليس ديابلوس شيطان متانا قال بلو علو يا ادم ادموي هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هل ادلك لتقومهن لمن اتقومهم على شجره الخلد يبلعت اندونه زنت عالم زل عالم لتنوربت امتتشلبات زاف لتقومه وملك لا يبلى اسوان يبلح اندونه ما يفرس يما يرج يهونا سلطان ينوحال لمن اسوانات قمصاتم سيل غتغتو وسوسو كذا بحالا الله سبحانه وتعالى او لعند سو متداداريان سيابج الله سبحانه وتعالى اهن ينسرو اهن هن راقو اهنو شريعه مالت ادم بغيزو دين نبرو حلال لسو يتفقد نغر نبره جنت است قاله كتدغسه كتزغاج نغر كله بلا كزيج زاف بسكر كله انططا تبلو نبره جن يالتفقدنلت النغر بشيطان غتغوتا بلا فاكلا منها السن بلا اسوان بلاج عند لاي كلتون بلو فبدت لهما سوءاتهما كزان هفرة تجلاتشو تجلتا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كزان كجنة كتلوج بحفرة تجلاتشو لا يلتا تفو جمر وعصى آدم ربه فغوى آدم جيتاون ونجلة أمسا من قد نمساتا كزابها لا من تكستا آدم آدم كحواقا كجنت انت وطا تزاز تلالفلت ابليسم انت ورد ودمدر تزاز تلالف كزان اهبطا منها كجنت كلا تمردو شيطان آدم حوا وردو اول ارداتشو محكلينيو مسراك اكبابي نبرا كزان ملي هونو اهون الله سبحانه وتعالى لآدم مهرة يعدر قلتال انظروا إخوة الإيمان الزيبو تالي آدم إنا حوا ودمدر كوردو بوهلا يكرتان تأيكو الله سبحانه وتعالى فتعريات جود من إلال الله سبحانه وتعالى بلو آلو بنسو ربنا جيتات شنوي جيتات شنوي بلو عدمنا حواء ترين أقربوا قيتات شنوي أنت بلو يالالكنن زاف بمبلاد لزيه تدارقن فإن لم تغفر لنا وترحمنا أهون دقمو أنت ميرت كالا درقلن كالا زنقلن لنكونن من الخاسرين ككسر سووج مهونات شنو بلو مهرةً تأيكو كزان الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم كجيتاو يا مهرةً قال تكبلا فتاب عليه الله مهرةً عدد رجلت بكنياتو آدم حوا ونتاجون تفاتاجون تررتو جيتاجون يكرتات أيكو عملاك مالت دقمو الله سبحانه وتعالى مهرةً تتأيك عندهنا مهرةً عدد رجلو بس ملكو شيطان عدمنا حواء عصاستو كذابو هلا النسون تكتلو لميمة وتولدوش دمو عطمامي اندميهون زتو كجنة واتوال الله سبحانه وتعالى بزو سووج بشيطان قدقوتا بشيطان وسواس ودا بعد عملكوت الله سبحانه وتعالى ودمياس قطا كالله سبحانه وتعالى فقعد وج ودهونا مسمر ندمي مراتشو
ينكر الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم ودن أنت تزاز أستلال في النبرة منه يا بني آدم نانت يا آدم لجوجوي ودن أنت تزاز أستلال في النبرة منه أن لا تعبدوا الشيطان شيطانا من دات تاملكو يسمن من دات تكتلو ان دات سمتصل تزاز استلال فيال نبرا منا إنه لكم عدو مبين شيطان كومالت لنانتا قلسي هنا قلات نوهل على الله سبحانه وتعالى وأن اعبدوني أنين بيتشاين ببيتشنينتي عملكم سل ودن أنت تزاز على استلال فيكم منا هذا يه أنين ببيتشنينت مملك بنيلاي بمن ماننم على ما قارت لني بيتشا عملك النت المستد صراط مستقيم كتتنيا من كتتنيا ومن قد يهنو يلال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا شيطان مالتكم كنانتا كآدم لجوج محقل جبلا كثيرا بزو تولدوشن آدموال من قداس ستوال أفلم تكونوا تعقلون تادن نانتا نتقنز واتخون منه أتمكرون منه أتملسون منه إلى الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان أهم ودوانا ورئيس النقباننا علاقات الجن والإنس في الضلال بدأ مثلاي ببعد أملكو الله سبحانه وتعالى بمياس قطع من قرلاي يا جنوشنا يسوشن تسسر إن الملكات كجنوش محكل تنقع سوچو عمد إنوچو مجرموچو سوچن يات أمالو إبليس لكواتشو يا إبليس من إبتنوشنا تشو كذان سوّج الله نمدى عملكو جنة نمدى ورسو عبرو جهنم استندد تادو يغوتو قطوات جوال سيغوتو قطوات جو سميتا جون تنترستو شهوة علموي تكن دنيان تنترستو سلطانين تنترستو يلينتان تنترستو ليهوني جلال لذي كالله سبحانه وتعالى من قد لالموتات اجيك لنتنكك اوقاتو لنوران الله اللي فرعي قبال الله سبحانه وتعالى جموج الناس ووجن بميك أسلك صدت إلت بمدر لي جموج الناس ووج بدكم تساسرو كفلو كفلو يتأك من دنبر يناكر عنه ويوم يحشرهم جميعا الله سووجنم جموجنم عند لي بميس بس بعتشو إلت بلو يناكر عنه يا معشر الجن إن أنت جموج هوي قد استكثرتم من الإنس بزو سووچين اغنيا تشوسا بزو سووچين بسراچو بقططراچو سرا درگاچو يلاچوال الله وقال اولياؤهم من الانس كسو كسووچ محكل يجنوج غبرابر وداج ينبرو بلو يلال لمثالي مصاف غلاچن يمسل قنقواي يمسل مارتنيا دغنتنيا يمسل انني كجنوچ كاتسسر يالاچو اكالوچ ناچو من يلال عندو ربنا جيتاچن وي استمتع بعضنا ببعض كفيلاچن بكفيلاچن سيتتقم قويتنال بمدراوي عالم كفيلاچن بكفيلاچن سنتتقاقم قويتنال انديت يسو لجن الناسو لمثالي مارتنيا كونه سرقو يمطالو مصاف غلاچ كونه مستر يناغرالو اندي يالن نغير يزو يمطالو اسو دغمو عمل طبقو غيفين طبقو ياردلاچوال غبر يسطاچوال يتعززاچوال اندي اندي انسو ميلوتن يونهلاچوال فلذي كفيلاچن بكفيلاچن سنتتقاقم قويتنال دنيا لاي وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا انت لنيا يقطركلن قنا قطرو بزي ملكو درسنال بنو ويلالو كزان الله استنقياچو نبر اساوقياچو نبر قال النار مسواكم اهون منورياچو اسات نو يلاچو على الله انا اخوه الايمان بزي ملكو جنوچنا سوچ تسسر علاچو بجنوچنا بسوچ تسسر سوچ ود بعد عملكوت የሚገቡባቸው መንገዶች አሉ አሁን እነሱን ወደ መጥቀስ እንገባለን የመጀመሪያው ሰዎች ውቃቢ ቀሪና ዛር የሚሉት ይሆናል ውቃቢ ቆሌ ቀሪና ዛር ይሉታል በተለምዶ
الله سبحانه وتعالى بقرآن لي قرين بلوت أرتطال قرين مالت قرآنيا قادنيا عبرو يميون عبرو يمينور مالتنا الله سبحانه وتعالى عندن سو سفترو السون يميكتاتل دمسون يميكتا السو بهيد بتبوت عبرو يميهد عبرو يميادك قرين قادنيا يفتر اللتال نبي صلى الله عليه وسلم اني ينين قادنيا اسلم يوالو يلالو اسلم يوالو مالت من لو لا الله سبحانه وتعالى بيتازة سادر يوالو سلزي يسولج يا الله سبحانه وتعالى تأزازي سمان ده هنا قرآن كدامت تفسير كقرى مكر كسما بمسجدو جست كتك أمامت كذابو هلا يسو قرينم السو يدرس ببوتا سلم يدرس كمل كام نجر اندي سما يسولج مري يهونار كذابو هلا قن مدفو نجر لاي ستاد لمدفو نجر كسو يبلت جنوج بتلي إبليس بالدربوج يفتنونا علامة جوسلونا قدمو يقنيونا سويون يقوتك قطوطان ملكام نقرسي هون يكباب بدوال سو مطفو نقرسي هون قن قلالنو لزيهنو بتدار كمتصاصر بوزو سووج بزموت منور النمر قلو لمن يشيطان من قدسل هون إخوة كذان الله سبحانه وتعالى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزايلان إنيا بكهدي وجلاي شياطين تنقصي هونو جنوتين الله إنشو مالن إلان تؤزهم أزا ودون جل مقفترني قفتروا أتشوال إلان سولج كالتا مكارا كالتا قصصا من قد كساتا ولت أمتوسك قباسي تاوكو هيج أمر اللي تعلم كزيانن ሰዎች ብዙ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ይስጣሉ እና ወቃቢ ቀሪን ማለት ምንድነው ዛር ማለት ምንድነው ለኚ ጅኖች የተወሰኑ ጅኖች ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ ይችላል ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ ይችላል በተለየ ገጠሩ ክፍል ከተማም ይኖራል ምን ያደርጋሉ ጅኖች የሰዎችን አካል አደበት በመቆጣጠር كذان بسوّج عن دبتي ناقر له نبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم الشيطان يسولج أكبوست دم يميقباو بوتا ياهل يقبال لله صلى الله عليه وسلم الشيطان وجه بسولج وست كتك ألاك ألوبوها لا جنوج يسويون نرفس سيستم يكوتا تروتان يسويون نرفس سيستم كتكوتا تروبوها لا عن دبتو يجنو يهوناني ሁሉ ነገሩ አካሉ ምጅም ይሆናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኛ ጅን ይዟቸው በነሱ ላይ ለማስለቀቅ ማለት ነው በቁርአን በዚክር ምን ተታገላቸው ጅኖች ሲለቁ ሰዎች ያሉበትን ቦታ ይስታሉ ያፍራሉ የት ነው ያለውት ይላሉ እና ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው አሁን ዛር ወቃቢ የሚባለው ምንድነው ጅኖች የሰው ልጆችን አንደበት ይቆጣጠሩና ከዛ በኋላ በዛ ይናገራሉ ምን ከማለት ይጀምራል ሰው ይታመማል ኦርሴት ትታመማለች ከዛ በኋላ ያጓራታል ወይ ያጓራዋል ይጮሃል እገላታለሁ ወንዝ ከታታለሁ እሳት ዶላታለሁ እሳት ከታታለሁ ይላል አረምነው ተለመነን ብለው ስጁድ ያደርጉለታል ይለምኑታል እንዲካላደረጋችሁልኝ ያያት ቅድማያቷ ነኝ ይላል ይለፈልፋል ከዛ በኋላ ጀግኖች ከሆኑ ያላህ ባሮች ከሆኑ የሸይጣንን ሲራ የሚረዱ ከሆኑ እጅ አይሰጡም ስለዚህ ሰዎች ይባካቹ ጅኖችን ስታስለቅቁ ምስ ወይንም የሚጠይቁትን ላስ ሽቶ አቅርቡልኝ ይሄ ሁሉ ግብር አያስፈልገውም በአላህ ከላም በዚክር ይወጣል ወዶ ነው የሚወጣው ደካማ ፍጡር ነው ስለዚህ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ ሲገዛ ይቆያል ነውቃቢ ማለት ምንድነው ያንድን ሰው አንደበት ይቆጣጠርና ጅኑ ከዛ በኋላ ፈራጅ ይሆናል ህግ ይኖራቸዋል የራሳቸው ቤት ይኖራቸዋል ከዛም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ሰዎችን ያመሳስሉባቸዋል እኛ ከአላህ ዘንድ ተልከን ይመጣነን እንዴ እንዲያለ ነው
እንዲ ያለ በግ እረዱልን ቀይ ሆነ ግንባሩ ላይ ነጭ አለው ጥቁር ምን የለበትም ወይ በሌላ ጊዜ ደግሞ ጥቁር ነው እንዲህ ይያሉ ማለት ነው የዶሮ የፍየል የበግ የከብት መልክ ያስመረጡ ሰዎችን መከራቸውን ያበላቸዋል ሰዎች ለነሱ ሲገብሩ ለነሱና ለባለ ጅኖቹ ለባለው ቀቢዎቹ ሲገብሩ ይከርማሉ እዚህ ዱንያ ላይ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ውድቀት ሞራላዊ ውድቀት ይደርስባቸዋል የጅን መጫወቻ ይሆናሉ መጨረሻ አኺራ ላይ ደግሞ ጀሃነምን ይወርሳሉ ከኢብሊስ ጋር ከዚህ ውጭ ለመሆን እኛ እውቀት ያስፈልገናል አላህን በብቻነት ማምለክ አለብን ጅኖች ሲፈጠሩ ደካሞች ናቸው እኽወተል ኢማን እና እንኚ አሪም የተባሉ አብረው የሚያድጉ በውቃቢ መልክ ብቻ አይደለም የሚገለጡት ለምሳሌ ሙታናጋሪ ይባላል ሙታናጋሪ ማለት ምንድነው የሞቱ ሰዎችን አቅርበን እናናገርላችኋለን ይላሉ በገጠሩ አካባቢ እንዲህ የሚባል ነገር አለ ሙታናጋሪ እና ምንድነው የሚያደርጉት ሰዎች ገንዘብ ይዘው ቡና እጣን ሊሩ ስጦታቸውን ይዘው ወደዛ ወደ ሙታና ጋር ይቀርባሉ ከዛ እጣን ምናምን ይጣጥስና እስቲ ጠብቁ ይባላል ጠብቁ እስኪ ይባላል እስክትመጣ ድረስ ሰውየው እስክትመጣ ድረስ ጠብቁ ይባላል እሷ ያቺ ሴት ከሞተች በኋላ ወይ ሰውየው ከሞተ በኋላ ቂያማነት ካልደረሰ በስተቀር ሩሖች አይመጡም ግን እንዲህ ያለ ሲስተም ይሰራል ጠብቁ እሷን እናቀርባት ይላሉ ከዚያም ይሄ የሙታና ጋሪው ጅን እና ውል የተፈራረሙት ጅኖች ይመጣሉ ይቀርባሉ ይነጋገራሉ ይሾካሾካሉ ከዛን ሴቲቷ ስሟ ማን ነው እገሌ እገሌ ትባላለች የት አካባቢ ነው የምትኖረው እዚህ አካባቢ ልዩ ምልክቱ እንዲህ ይሄን ሁሉ ዝርዝር ከተቀበሉ በኋላ እንግዲያውስ ጠብቁ ትመጣለች ይላሉ የሚገርመው ወዲያውኑ ጅኖች ያቺ ሴት ትኖርበት ወደ ነበረው አካባቢ በፍጥነት ይሄዳሉ ከንፋስ በፈጠነ ፍጥነት ይሄዱና የገሌ የገሌ ቀሪን የገሌ የገሌ ባልደረባ አብሯት ይኖረው የነበረው ጅን ማን ነው ብለው እዛ አካባቢ ያሉ ጅኖችን ያይቃሉ የሷማ ገሌ ነው ይባላል የት ሄደ ወዲህ ሄዷል እስቲ ፈልጉት ፈልገው ያመጣሉ ወን ያመለከለው አቻክሎት ያመጣል ያቀርበዋል ጅን በሚገርም ሁኔታ የሟቹን የመጨረሻ ድምጹን ኮፒ ማድረግ ወይንም መቅዳት ይችላል እንኳን ተክማውሉ ሰዎች እንኳን የብዙ ዘፋኞችን የብዙ አሪኦችን ድምጽ ሸምድደው እንደነሱ አስመስለው ይገባል በዛይ ማለት እና ያ ጅን የዛን ሰው ድምጽ ቅላጽው እንደበጎ ስለሚያውቅ ይቀርባል ቀርባለች አናግሯት ይባላል በተለይ በገጠሩ አካባቢ በተለይ ወርስንስ ላይ ለተናዘሽ ሞሽው ወይን የሞተበት ሁኔታ ካልታወቀ ምን በልተሽ ምን ደርሶብሽ ማንገሎ ይባላል ጠየቃል የግዘይን እንደደረገ ገሌ ነው እኔህን ንብረት ያወረስኩት ለገሌ ነው ብለው ይናገራሉ የሚናገሩ ሰዎች ሳይሆን ጅኖቹ ናቸው ከዛ በኋላ ለዛ ለሞታ ነጋሪ አንተማ አንቺማ ማርማትችው ግለም ይባልና ሱጁድ ይወረዳል ገበር ይጀመራል በአዳልኮቱ ይጀመራል ዱንያም ኪሳራ አኺራም ኪሳራ ይሆናል እንዲህ ያለ ሲስተም አለ ሌላኛው ምን ይባላል እሳቸውማ ቀብራቸው ላይ አፈር ሲመልሱ ታይቷል ሌላ ቦታ ላይ ታዩ ይባል ይሄ ነው ይሄ ወን የሚችለው አንደኛ አንድ ሰው ሲሞት ተስማምቶ የነበረው በሪቱ ማለት ነው አብሮ ቁራኛ የነበረው እሱ ባልደረባ የነበረው ተገልጾ ሰውየው ሀያ በሰውየው መልክ የመገለጽ ችሎታ ስላላቸው በሰውየው መልክ ይገለጣል ከዛ በኋላ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በገጠር ምን ያደርጋሉ ሸኾች ትላልቅ አላህ ሱሪ ነበው ሸኾችን ይልካሉ ለምንድነው የምታመልኳቸው ብለው ሰዎች ሲጠይቋቸው እንደሚሉት እሳቸው እኮ የተለየ ችሎታ ነው ያላቸው አላህ ዘንድ የተለየ ቦታ አላቸው ለምሳሌ በዚህ ግን እሳቸው ሞተው በዚህ ቀን ሞታለው ብለው ተናግረው ከዛ በኋላ የእሳቸውን ቀብር ማለት ነው በሚነሱበት ጊዜ ከዛ በኋላ እሳቸውን ጀናዛቸውን
እዛ ለህድ ውስጥ አስገብተን እኛ አፈር ስንመልስባቸው እሳቸው ራሳቸው አካፋ ይዘው ቀብራቸው ላይ ሲመልሱ ነበር ይህ ማለት እሳቸው ሳይሞቱ ወይንም ሞትን ድል አርገው ተነሱ ማለት ነው አረጉ እንጂ አልሞቱም ሲሉ ይሸወዱና ወደ ባዕዳም ልኮት ውስጥ ይገባሉ በሀገራችን ስንት ቦታ ነው ቀብር እየተመለከ ያለው ቀብር እየተመለከ ያለው በአሁን ሰዓት ደግሞ በሚያሳዝን መልኩ እንደዚህ ያለን ደላል እንደዚህ ያለን ጥመት ልዩ ባጀት ተበጅቶለት ከዛ በኋላ ልዩ ያገሪቱ ቅርስ ተደርጎ ከውጭ በመጡ እርዳታዎች ልዩ ባጀት ተበጅቶለት የቀብር ቦታዎች በደንብ ተሰርተው ታሪካቸው ይጠና ተብሎ ሰዎች እንደገና ወደ ቀብር አምልኮት ውስጥ እየገቡ ይገኛሉና ምናልባትም ይሄንን ትምርት እንድናዘጋጅ የገፋፋን ነገር እንዲህና መሰሎቹ ሳይሆኑ አልቀሩምና ኢኽዋ አላህን እንፍራ ይሄን ነገር እንረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እናምልክና ይህ ቀሪሙ የሰውየው አብሮ የነበረው ጅን በሰውየው መሰልና ቀብሩ ላይ አፈር ሲመልስ ይታያል እሳቸው አንድ ቦታ ሳሉ በህይወትም እዚህ ቦታ አየኋቸው ይላል ሰዎችን ለማደናገር ሰዎች በተለይ ለነኛ አስተማሪዎች ወይንም ታላላቅ ሰዎች አሁን ደግሞ ካህን ሰዎች ጠንቋይ ብለው ወደሚጠሩት ፈረንጆቹ ፎርቹን ቴለር የጣፈንታን ነጋሪ የወደፊትን ነገር የሚናገር ሰው ብለው ወደሚሉት ነገር ምን ይሆን እሱን እናያለን ይህ አርት የሚገርም ነው እንዲህ ያለ ስርቆት እንዲህ ያለ ሌብነት ከጅኖች ጋር በመቆራኘት በመተሳሰር የሚሰራ ነው ሰዎች የሰዎችን አሻራ አይተን የወደፊት ጣ ፈንታቸውን እናገራለን ይላሉ ከፊሎቹ ስኒ ተጠጥቶ ያ ከተገለበጠ በኋላ ከቅራሪው ከአተላው ከሚሰራው መንገድ የወደፊት ጣ ፈንታን እናገራለን ይላሉ ሌሎች ደግሞ ከብት ታርዶ ሞራውን አውጥተው ይዘረጉትና በዛ ሞራ መስመር ተደግፈን ተንተርስተን የወደፊት ጣፈንጣን መናገር እንችላለን ብለው ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ በቀጥታ ጅኖች ሰዎች ላይ አርፈው ወይ ጅኖች ለካህኖች ለጠንቋዮች ሹክ በማለት የወደፊት ጣፈንጣን ለወደፊት የሚከሰተው ነገር እንናገራለን እናውቅላችኋለን ብለው ይላሉ አሁን ያለውን ቁም ነገር ያለውን ነገር እናስቀምጥ ኢኽወተ ኢማን information ya ant kistat zegaba awqat maraja sewoj zend tikmallo sewoj betalay bahun gise information age bemibalo zaman sewoj zend maraja yallo dirsha bota qallal aydelam ken ይህ መረጃ ትክክለኛ ነው ወይ ወደሚለው እንሄዳለን መረጃ መሸጥ ይቻላል ወይ አዎ ነሲኤንኤን ነሬውተርስ ናልጀሲራ መረጃን በመሸጥ ሀብታሞች ሆነዋል በተለይ ሬውተርስ ነሲኤንኤን ኤክስክሉሲቭ ቱ ሲኤንኤን ለሲኤንኤን ብቻ የተገደበ ይላሉ መጀመሪያ ገኙትን ዜና ለሌሎች ሚዲያዎች ይሸጣሉ ይሄ አይነት ሽያጭ አሁን አይደለም የተጀመረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት በነበሩት ትውልዶች ውስጥም ነበር ጠንቋይ ነው ይባላል የሰውዬው ልዩ ችሎታ ይሆን አይደለም ከጅኖች ጋር በሚደረግ ቁርኝት ተሰስር የሚፈጠር ነገር ነው ኢኽወተ ኢማን ነው ايهنن حديث النسمع كحديث بفيت الله سبحانه وتعالى يامنو جنوچن ب
بتملكتا يمنا قروا نققر على بسورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا عند جن يامنا هنا قرآن كسمى بهالا الجن لإسلام ستو في السنطة الزاشكو هنا بحالا وأننا لمسنا السماء إنيا سماين أساسن قبن ينات فوجدناها قرآن بنور دبت قزينة برا ملكوت عمو ملكت فوجدناها قن ينات ملئت حارسا شديدا وشهبا بتبك زب بككبوك يتتأمدج يتمولاك هنا قن ينات وأنا كنا نقعد منها إنيا السوازن دنك أمت نبر مقاعد للسمع جورو لمتبات ما سرجال لمغنيت لمسمات النك أمت نبر فما يستمع الآن أهنغن ذات تقجي وده سمعك ربي لسما لا دام تنميل كان لا يجد له شهاب الرصدا لسو يتزقى جلت شهابا لسو يتزقى جلت ككوبا عندما يسأل يتزغاجة يتتأمدة سيكربو جنوشو ملايكو جتاكو سالو كذابو على إيمات وحجوال نبي صلى الله عليه وسلم عندما يناقرد الله سبحانه وتعالى مجمّر نقرر سيناقر إذا تكلم الله بكلمة الله عندما يقرر سيناقر أخذت السماوات منه الرجفة سماوات جنكت قطعلو والملائكة تخر سعقا ملايكو جراسات جون ستوود قالو كم فاتشون كسلسلة على صفوان عند لنت عدن قايلي اندميك اتكات سنسلة عينة دمس كم فاتشون ياماتو راساتشون ستويود كاللو فيقولوا أول ما يرفع رأسه منهم جبريل عليه السلام راساتشون ستو كودكوت ملأكوش محل مجمّر راسون كنام يارقو جبريل نو كزان الله يتقراونا ملك تيستلال لفعلسو كزان جبريل سبات سمايات اللو لسبات سمايات تزازن يستلال لفال جن عند عند قزي عند سمايلة يالو ملايكوج تزازو لاي ملكتات شوي چلال جبريل سيال فسيايوت ماذا قال ربنا ديتاچن من تناقره بلوت اي كوتال تزازو من ملكتات شوي كهونا ينقرات شوال على بلنسياقن قال الحق اونت تناقروال ديتاچن بلو يالفات شوال لمدو ملايكوچو متأيقوت جيتاچن نگرن تناغروال منالبات يان نگر تئزاز انيان تملكتو يان بغيزي سانفز انكرتن جيتاچن بنيالي انداي قطع سيلولو يسقا تياكين متأيقوت كزا جبريل لملايكوچو انناغرال اهون ملايكوچو تئزاز سيدرساچو بزي سامنت بزيور لودفيتو انديال لنگر يكستال يكالي موتال عندي الله ده جاي كستال وين دي الله صدقاي متال يمير زينا سينجر كفيلو ملائكه لكفيلو ملائكه ياستلالفال جيتاچن اندي بلوال مالتك لذلك يقربيتو سماي ملائكوچم سينناغغرو نبي صلى الله عليه وسلم اندمناغروت انني جنوچ الله سيفطراچو ليو چلوتا سلالناچو كفيلو ارس برس اندي بمنبابر بمدرارب ወደ ሰማይ ተከምረው ይደርሳሉ ከፊሉ ደግሞ ተንሳፈው ወደ ሰማይ ይቀርቡና ዛ መላእክቶች የሚነጋገሩት ነገር ያዳምጣሉ ይሄን ግዜ ይሄን ያስተዋሉ መላእክቶች ወደዛ አካባቢ የቀረቡ ጅኖችን ሲመለከቱ ኳክብቶችን ያስወነጭፋሉ ይመቷቸዋል ይህ ከቁርአን መውረድ በፊትም ነበር ግን ጥበቃው ልል ነው አሁን ግን ቁርአን ከተወረደ በኋላ ልዩ ጥበቃ ተሰማርቶለት ይሄን ማድረግ አልቻሉም ይሄን ግዜ ምን ተከስተ ደግሞ ምን አዲስ ነገር ተገኘ ለምን ተከለከልን ተክሱ በዛብን ሲሉ ሮሮን አቤቱታን ላለቃቸው ለኢብሊስ አቀረበው ነበር ይሄንን የሚያትት ሐዲስ አለ እንመልከት ይሄ ጉዳይ በተከስተ ግዜ هذا الامر يغداي بتكسته غزي وهو كثره الشهب يا كواكب توج مبزات في السماء بسماي ك
كواكبتوش اجيك بزو والرمي بها والرمي بها اندزيهم بكواكبتوش موانشف يكواكبتوش موانشف يكواكبتوش موورور بزا بزيك زي نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو بزمن نبرنا حال ذلك الإنس والجن حال بهاء الصدر أسفر خوفا ذلك الإنس والجن سوّجنم جن وجنم الجيق أصقاتشو وانزعجوا له وارتاعوا الجيق دنقتوا تنكتكتوا كفرهاتي تنسى وظنوا أن ذلك لخراب العالم إيه؟ مك عالم متفاتوانو بنهم ما سبو سوّجم جنوجم غيبا يوكم إمام السدي من يلالو لم تكن السماء تحرسو سوّج بنو تناقرو لم تكن السماء تحرس سماي متتأبك عالنبرتشم إلا أن يكون في الأرض نبي بمدر لي نبي كليل لبستكر أو دين الله ظاهر وي الله فلق أمنته بمدر لي يفع كارون بستكر فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم بفيد شياطينوك قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا بكربيتوا السماء الزات تتأكتوا مكامج أبوتان يزو يسمو نبرا يستمعون ما يحدث في السماء بسماء يمين القرون وري عدام متعلو فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم سيلكاتشو نبي الرسول نبي يدرقو ملك تنيا درقو سيلكاتشو رجموا ليلة من الليالي عند الليلة ليبة عمتك أتكتو با كواكب توجه تمتو ففزع لذلك أهل الطائف يتعيف صوّج استولوا ملكتو نبرنا اجيك دنقتونا فقالوا هلك أهل السماء يسماعي نواري وجه تأفو عنك الله تعالو لما رأوا من شدة النار في السماء سماعي لي يتلي أسات سلايو واختلاف الشهب يكواكب توجين ودي ودع موان شفس ملكتو فجعلوا مات آقزيو آلونا يعتقون أرقاءهم بارو تشاچون نزع ماوت أتجمرو ويسيبون مواشيهم كبتو تشاچون دقبو يلقو أتشو جمرا سيب مالت من رنو لتاقوتات بك أيان تيخون كزار جمروني قملكون على السفرهم على جنبتهم عرشتهم على اللوتهم يان تيخون بلو يبالا لنا صدق ما سمعتشو انساساتو تشاچون لتاقوتو تشاچو بك انفلقاتشوهم نزع هونو بلو يلقو أتشو جمرا فقال لهم عبد أنا دستواي بار يا بلو على تشو ويحكم يا معشر أهل الطائف إن أنت يطائف صوتشو ولا تشو أمسكوا عن أموالكم نبرتو تشو نيازنجي بارو تشو نيازنجي كبتو تشو نيازنجي من يادرقات تشو نو وانظروا إلى معالم النجوم يا كواكب توش مجلج أبو تعالى معالم أيوة أتشو مبرات أتشون يعني اللي يوم ملكتو اللي يوم ملكتو نستولو على فإن رأيتموها مستقرة أنت أبريكا كبتوشن بابو تاتشو يسألنو هنو كايا تواتشو في أمكنتها بابو تاتشو يسألنو هنو كاقنيا تواتشو فلم يهلك أهل السماء يسمع إنواريو تشالت أفهم على مالت بلا شم مالتنو إنما هذا من أجل ابني أبي كبشة يا أبو كبشا قدائي ليوني جلال الله نبي صلى الله عليه وسلم ملاكم سلسلنا انقديا يمتاوكنو نبي يسل الله انقديا سماي تتاتر عالج يلالو هي اوكاتو سيورد سيوارد سلسلنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلتلاكونو بلو على وإن نظرتم فلم تروها عيتاتشو تملكتاتشو عبري كواكب توجو بوتاتشو لكو كملكتاتشو فقد حالك أهل السماء يسماعي نواري وجه تفتو على المالة نوبلو على تشو فنظروا بالاتشو مسألة تملكتو فرأوها سملكتات ببوتاتش أنجونو تملكتو كواكبتن فكفوا عن أموالهم كذبوا هلا كذبوا تشاتشون كما باكن كملكك تكتبوا وفضيات الشياطين بزهل لليت سماعي لما قبنيت يهدود شيطانوش جدا قطعو في تلك الليلة
بزان اللي تجيك دنقطو من دم يتكستو نجر قالوا يسموتن نجر لكاس لطنقايو لي يدرسونا انفورميشن لي شطوا ابطاموش لي هونو نبرا فاتوا ابليس ود ابليس متو فحدثوه بالذي كان من امرهم كغداچو يغطماچو النجر لالقاچو لابليس تناغرو فقال ايتوني من كل ارض بقبضه من تراب قال يا عرب كلل كمدر كله قنطر قنطر چبت چبت عفر امطولني بلو على اشمها ايهن عفر اشتچي نغراچوالو بلو على ليو چلوتا الله ابليس فاتوه كذا كي اقطاعو عفرن قنطاطرو امطولت فقال صاحبكم بمكه انغداوس انانت يسمعين زينا اندات سمو يادرغاچو بالدرباچو مكه لاي نو يالو علنا فبعث سبعه نفر من جن نصيبين نصيبين اسم مكان في الشام شام است يالله يبوتا اسم نو نصيبين كميبال اكبابي كهونو جنوج سبات جنوج لاكا كذا بوالا فقدموا مكه مكه نو يالو بالدرباچو سيبالو ايتشقدادم ود مكه متو فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اغنيواچو قائما يصلي في مسجد الحرام بمسجد الحرام بكعبه سيسجدوا اغنيواچو نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قرآن ينبالون صلى الله عليه وسلم فدنوا منه حرصا على القرآن قرآن سيسمو قبطة الدرباتشو دا بدآم ودنبي صلى الله عليه وسلم كرواتشو عدامتو ثم أسلموا ود إسلام واستقبوا بإسلام تاكفو فأنزل الله تعالى أمرهم الله سبحانه وتعالى ينسوا القداي انديسي الأوردة قل اوحي الي بله بلاچو اوحي الي ودني ملك تتلعلف انه استمع نفر من الجن كجن هونو يتوسنو بدونوچ ين ادامطو فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا انيا يميگرم يهونن نباب سمان قرانا سمان بلو قالوا يهدي الى الرشد ايه سمانو قران ودقطتنيا منجد يمرال فآمنا به انيام بسو امنن ولن نشرك بربنا احدا بغيتاچن مننم ماننم اناغرام سيلو الله سبحانه وتعالى بقطتنيا نت ببچنينت لماملك قال جبو ان ودا حزبوچاچو تملسو ابليس يلاكاچو لشر نبر انرسو جن يا الله منجد يزو تمكرو تغسصو سلمو تملسو الله سبحانه وتعالى ايهنن كستت لنبيو صلى الله عليه وسلم عندما اصنعني ادرغو بسوره الاحقاف لي نغراچوال كستتو نبيو صلى الله عليه وسلم طائف هدو يا طائف سوچن كطاوت املاكنت ليعوضواچو ود الاسلام انديغبو ليسفقواچو ليستمرواچو بهدو غزي يطائف سوچ كن يا نبي صلى الله عليه وسلم تري اجعل الالهه اله واحده انينين كله امالكت دمرو عند املاك ادرغه انديت يالنو سنتنا اناقم سيلو طاوت املاكينتن انتوم يانتن منجد انكتلم سيلو اندوم لجوچن عبدوچن اسمارتو نبي صلى الله عليه وسلم بدنگاي قطقطواچو نبي صلى الله عليه وسلم اجيك تسفى قرطو ازنو يتملسو بتكستت نبرا كذا كطائف نخلا ودم التبال بوتا يدرسالو نبي صلى الله عليه وسلم ازالي عشاء سلاتن يسجدالو قرآن مكفار قو يقرو نبرا انني مدرن يحسسو ينبرو جنوج بزياقزي من تكستونو سينو الله سبحانه وتعالى ود النبي صلى الله عليه وسلم اندي تقو مراچو جنوچوننا سلنسو اندي بلو تناغره يا محمد لانت طري نني طائف سوج ملس بايسطو انكو ايه طري ميملكتاچو انت متاوقاچو ليلوچ فطوروچ سلالو انرسو ادمطوتال يلال واذ صرفنا اليك نفر من الجن كجنوچم يهونو تقيت بدنوچن ودانته بازنبل نغس ياستاوس يستمعون القران انت بصلاه متقراون قران يميادامطو سيهونو فلما حضروه يعني القران سيقرا بتطادوت غزي قالوا انصتوا زنبلوسكي نادامط بلو تبابالو فلما قضيا يا قران بانته تنبو سيابقا
ያኔ ተመክረው ሰልመው እጃቸው ለአላህ ሰጠው ወለው الى قومهم ወደ ህዝቦቻቸው ተመለሱ منذرين አስጠንቃቂ መካሪ ገሳጭ ሆነው ተመለሱ ወደ ህዝቦቻቸው ተመለሰው ምናሉ قالوا يا قومنا እናንተ ሰዎች ሆይ ህዝቦቻችን ወይ እና سمعنا كتابا انزل من بعد موسى እኛ ከሙሳ በኋላ ከተውራት በኋላ የተወረደን መጽሐፍ አድምጠን መጣን ሙሰድቀን ለማ በይነ የደይ ከሱ በፊት ያለውን ተውራትን መውረዱን ካላ ስብሐ ወተዓላ ዘንድ የተወረደ መሆኑን ሙሳ መልእክተኛ መሆኑን አረጋጋጭ የሆነ መጽሐፍ ሰምተን መጣን يهدي الى الحق ايهنيا يسمانو مصاف ود تكلهنياو منجد يمرال والى طريق مستقيم ود قطتهنياو منجد يمرال سينو حزبوچاچون مكرو اهون انني يسلمو ود اسلام يغبو الله سبحانه وتعالى ببچينيت يتعززو لاملاكاچو يادو جنوچ ناچو ليروچو انني جنوچ ود اسلام سايغبو بفيت وينم ليلوي تنقاصا جنوچس من سيادرغو نبرا نا نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو انني تنقاصا تماما يهونو جنوچ ود سما يقربالو الله سبحانه وتعالى مانم ايدرسم ازا الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب لان ودزا درسو من تقم ينتق بيون انجي زينان سرقو يمطانا كزان يكتاتلبتال تاكس እንደዚ ተደርጎ ይቀጣል ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዲያ ለኒ ተንኳሳ ይሆኑ ጅኖች ሸይጣኖች ከጠንቋዮች ጋር ልዩ ኮንትራክት ይፈራረማሉ ሊቀለቡ ግብር ሊሰጣቸው እነርሱ ደግሞ ዜናን አምጥተው ሊሸጡ ከዛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ አንድ ዜና እንደምንም ብለው መስዋዕትነት ከፍለው ተሰባብረው ይሰማሉ ጥግ ደርሰው ጆሮ ይጠቡና يا مجمره يسمىو جن يتكوسبتال يمتال يا جن جن سايمتا بفيت كربتاچو لالو جن نغرون استلالفوت كهونا يا يزو يروطال اندي ارغو سرقو يزو يمتالو مسوات النت كفلو تسبابرو قصاصلو جن سايناغرات سايناغرات بفيت كتمتا فرسا وينم تلئكو كشفا معناتنو ياچيم زينا يزو كمتو اجج يكورالو ምክንያቱም ለወደፊት የሚከሰት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚያውቀው ዜና ስለሆነ ጠንቋዩ ዘንድ ሲደርስ ጠንቋዩ ደረቱን ይነፋል አመጣ ዜና ጅኑም ልጁ ከፍያ ይጠይቃል ከዛ ሰዎች ይሰብሰቡ ይባላል ሰዎች ይሰበሰባሉ መሰብሰብ ያቀናላቸው ስሙ ሰዎች ሆይ ልብ በሉ እንዳትረሱ ይባላል ያቺ ንግግር ከሰማይ ተወሰደችው ንግግር ያአላህ ፍላጎት ነች ተከስተታለች ከዛን ስሙ ይባላል እሷን በአንክሮ አጥብቆ ይናገራል ሌሎችንም ያካትታል 100 ንግግር ይናገራል ለላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 99 ውሸት ነው አንዷ ከሰማይ የተሰማችው እውነት ነች እሷ ስትከሰት ሰዎች ምን ይላሉ ይሄው እንዴ ተብሎ ነበር ተከስቶ አየነው ሌሎቹም 99ዎቹ እኛ ባንደርስበት እንጂ እውነት ነው ይባላል በዛ ይኮፈሳል ጠንቋዩ ያውቃል ይባልና በዚህ ሰዎች ይታለላሉ ይታረዳል ይቀለባል ገንዘብ ይሰጣል እሱም የሚጠይቀው ነገር ሁሉ ይደረግለታል ሰዎች እሱን በመጠየቅ ሱዘንድ በመሰባሰብ ወንጀልን በመስራት ከአላህ መንገድ ይወጣሉ ስለዚህ ይህን ልናውቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለንፈራ ይገባል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጠንቋይ የቀረበ ሰው በዛም ይተዳደር እኔ ጄ መጣውትን መልእክት ክዷል ብለው ያስጠነቅቃሉ اخوتን ኢማን አሁን ደግሞ አድባር አውጋር ቆጥ ያገር ጠባቂ ሙወከል ጨሌ ብለው የሚሉት ነገር አለና እንዴ ያሉ ነገሮችስ ምንድናቸው የሚለው ነገር እና ያለ ሰዎች አድባር ያገሪቱ ቁጥብ የሚሉት ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ በአንድ ክልል በአንድ ሀገር የዛ ጠባቂ አድርገው ሰዎች የሚያስቡት ጅን ነው ያገሪቱ አድባር ትታረቅህ
يا غريتو قط بيتارك بيت سرت ستغبا ودزا اگر ستيهد قطبو انديتارك ارد يبالا سوچ بغطر موكل بلو قالو كعربنيا يتوسد نو يتوكل معناتنو عيني موكل عيني موكل بلو يدساستالو دغ نغر سياغنيو የኔ መወከልማ ጥሩ ነገር ነው የሚያመጣልኝ እኔን ከክፉ ነገር ይጠብቀኛል የኔ መወከል ይላሉ አመም ያደረጋቸው እንደሆነ መወከልሽ ተቆጥቶ ነው ለምን ታዲያ አታደርግለትም ይባባላሉ በተለይ ሴቶቹ ለዚህም በአመት መወከል ይባልና ለዚህ ጅን ምን ይደረጋል ይታረድለታል ሰዎችም قال لچوچ سايهونو تسبسبو اين نگر يادامكو يناتي اباتش قولي تطالتوش نيتاممشو بيموكلشن ادرغي ايجالو سگاون قرطفو يبلالو سوچن لطمت يدارغالو اللهن يفرو ونلال اخوا چلي مالت دگمو በተለይ ሴት ጅኖች ናቸው በዚህ የሚወከሉት ጨሌ የምናቀውኛ ጨሌ ያ ማለት ነው በተለያየ ዲዛይን ይሰራና ሙዳይ ውስጥ ይደረግና ለዚያ ማክበሪያ ለየት ያለ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ቂቤ ይቀርባል ጠላ ይጠበቃል ሌሎች ነገሮችን አድርገው ማለት ነው ያንን ይቀባቡታል ቂቤውን ለየት ያለ ሴሬሞኒ ይደረጋል ጅኖች እንደሚነግሯቸው እንዲያድርጉ ብለው እንደሚያዟቸው እንዲያደረጉ እንደሆነ ሴት ጅኖቹ ይጠብቋቸዋል ያረዱ እንደሆነ መወከሎቹ ይጠብቋቸዋል ከክፉ ከጠላቶቻችሁ የበላይ ያደርጓችኋል ያገሪቱ አድባር ይታረቃችኋል ቁጥቡ ይጠብቃችኋል ሲሉ ይናገራሉ ይሄ ሁሉ በአዳም ልኮት አላህ ይጠላው ያወገዘው የኢብሊስ ስትራቴጂ ሚመዳሪስ ኢብሊስ ከተወሰዱ ትምርቶች ላይ ሰዎች ተመስርተው የሚናገሩት የሚያስተላልፉት ነው እخوان ይሄ ነገር ቁጥብ አድባር አውጋር ያገሪቱ ጠባቂ መወከል የሚባለው ነገር አሁን በቅርብ ጀመረ ሳይሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት እንኳን አረቦች ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር ሲሸጋገሩ በንግድ اذا وجدوا مكانا موحشا بتعام اسفري هنا بوتا لي يدرسوا عند هنا ها على بلذا دغمو چاكا وي واشا سيغطماچو نعوذ بسجد هذا الواد بزي شلقو جيتا نتطبق علينا را سيلو يناغرو نبره ايه بعدام لكوت نو شرك نو اخوه الايمان انني جنوج متطبق ايشلوم متطبق يميچلو الله سبحانه وتعالى نو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا الله مالتيا يمسراقنا يمئرابو جيتا نو لا اله الا هو كسو باشاغر ليطقم ليغودا ليشوم ليشر اميچل باونت ليملك ميگباو املاك يلم فاتخذه وكيلا السن መመከ አድርገህ ያዘው ይላቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችግር ሲገጥመን ሐስቡናላሁ ወኒዕመል ወኪል አለላሂ ተወከልና አላህ በቂያችን ነው በሱ ተመካን መመከው እሱ አላህ ምንኛ ያማረ ነው ለንልገባል ይሄንን ኢብራሂም ብለዋል ከእሳት ነፃ ወጥተዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል ከጠላት ነፃ ወጥተዋል ምን ተጠብቀው በአላህ ነው ኢኽወተል ኢማን በመወከል በጨሌ በአድባር በአውጋር በቁጥብ ማይደለም هذه كلها من العبادات المنحرفه ኢኽወተል ኢማን لنعد الى الرشد እንዲሉ ነበር አንድ አረብ ፍየሮቹን ነዳና አንድ ዋሻ ውስጥ አስቀመጣቸው ከዛ በኋላ ተኩላዎች መጡና ለኛም ፍየሎች ሲወስዱበት ምን አለ አ ያ አሚር هذا الواد يزي شلقو علقا هو ሲል ጅኑን ተጣራ ችግር ሲደርስባቸው
ودا الله سايحون ودا جبوتش يروطالو شجر سيدرسباچو ينات يا اباتي يلالو سوتش شجر سيدرسباچو ادبارن ياملكالو شجر سيدرسباچو ودا ونس هيدو يلمامنالو مانن نو ميلمامنوت الله ان يكون كلا وحاشا ايدلم اخوه الايمان انديه نو بنبي صلى الله عليه وسلم غزي ينبروت جنوتش ودا اسلام كغبو بحالا سلا سوچ بنسو اماكاينت متالل اندي سيلو يناغرالو سوچ نكاس الله سبحانه وتعالى جنوتشو سيفطراچو سوچون اندي فارو ادركو نبره سوچ سيماتو جنوتش برغغو منغد يلقالو هكذا بتلي الله نمي فارو سوچ سيماتو تنكواس سايحونو جنوتش منغد يطلالو منغد يقيرالو عمر بن الخطاب اجيك الله نمي فارو نبرو ودو سيادرقو اجاتشو ينكتكت نبر منو امير المؤمنين سيبالو ما فيت لكم نو يلالو الله فيت هذا الله عمر بن الخطاب عندن جنة عقلو افرطوت قالوت دكا ما بلو طلوت سيهدو لا عمر ويكا جنو چلوت انكار رهوني نبرو انت هنا هنويت الكين يلا جوال عمر بن الخطاب نبي صلى الله عليه وسلم زند سيتو يتسبسبو دمساچون كف ادرغو سيناغرو عمر سيمطو سيتوچو بيشورن قلاو جبو زم على دمس ينغزي يا عدواتي انفسهن انانتي نفساچو طلات سيتوچو هوي يا الله ملكتنيا زند دمساچون كف ادرغاچو اني سمطا زمتلالاچو انديت نقت نو لا الله ملكتنيا اللهچو بلو سيوقسواچو من ادرغو عمر قالو نبي صلى الله عليه وسلم شيطان انكو انتن سيي منجد قيرو يهدال هذا من تقوى الله تادع جنوج الله سيفطراچو سوي سيرامدو منجد يلقولاچو نبره گن سوج كالله بارنت ود جن بارنت بوردو گيزي جنوجم دفرتن اگنيو من يلالو بسورة الجن لي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس كسوّج يهونو بلنوش نبرو يعوذون برجال من الجن كجن بهونو أكالات لي يوكلالو يدكفالو بالنسو يعوذون يتأبك عنو نعوذ بسجد هذا الواد بزي شلقو جيتا بزي كتما ادبار بزي اگر قط نتبق عالدن بلو سيلو يانگزي جنوچو دفرت نوراچوال قوة ياغنيالو فزادوهم رحقا تكبرن كراتن چمرولاچو اندوم گمرو چاچون قربو فيلو چاچون قربو ايانكو يگلولاچو جبنر لزي هلو وردت ودكت يدار رقوت راساچو راساچو ناچو نا اخوه الايمان نزي الله نكر وسطاچن ليكسطا يگبام عند اسفري بوتا بيگتمن بچاكا بنالف طلات بيبرتابن لنلم يگباو نبي صلى الله عليه وسلم اندالوت نو قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا على الله توكلنا هيدرسبنم اناگنيم الا ما كتب الله لنا الله لن يصاف لنا وي انيا ندنغودا فلغو كونه اسو نجي ايدرسنم على الله توكلنا بالله لي تمكن حسبنا الله ونعم الوكيل الله بقياچن نو منيا يا مار ممكانو بلاچو بو نو ميلو الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون نبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله كطيق الله انطيق واذا استعذت فاستعذ بالله كعند غدات كما يفرى نجر لمطبق بالله تطبق اعوذ بالله بلهبل توكلت على الله بلهبل يا الله بلجن زرقا هو فعال لما يريد لم يفندو نجر الله ادراجينو دنيا لي تكبره يا بتشنياو يا حيالو الله بارع هنا تسلفوا الله اخر علي جنتي الله نو جهنمم يسو نو يقطعبطال وانجلنيوچن جنتن الله الله سبحانه وتعالى اسو بتعلاملكو سوچ يشلمال كن فطورانن
السن تتوفى طرانا جنوچن ياملكو سووچن الله قبو كج إبليس قا أبراتشو جهنم استطاقورو ملاتشو هلو هلال وردتنا ويانجزي إبليس ميانجزي إساط لايخونو خطبا يادر قال من هلال أني إن أنتنا لاس قدر قواتشوهم عرهاتشو فاستجبتم لي الرين سماتشونا متاتشو تكتلاتشوهين ما أنا بمسرخكم زاريني أعود رسول لين على لاتشوهم سلما كتاكمو إلاتشوهان وما أنتم بمسرخي إن أنتم أعود رسول لين بتلوين على رسول لاتشوهم على ترفاتشوهم أني على ما يتساكتو لينيال بچن ياندالون إن أنت نجي مقبات نبر جهنم استساكال لين إلاتشوهان يسال لك باتشوهان تادا لذي وردت كما الدارقاتشو بفيد قبرن كما ملك شخوش بلن كما ملك أنك أيضاً كمهيد كاهن عراف مسأف قلاج بلن كمهيد لنكو التذيك بعد فهون دقمو مسأف قلاج من تنوس إهن أن الملكات إخوة سواج ساچو مسأف قلاج ناچو آوهك إناچو يتأفى بهك أغلى ساچو زندهيد ينقرو هالي تندال إلال إيه سنديد هنا عندي الله وسبع ادم لكوت انديت لفطر جانا الله سبحانه وتعالى انديه ناغرال يا بني ادم ان انت يا ادم لجوتو يلال بسوره الاعراف قطر 27 لي يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم ما أنت آدم لجوج شوي لا يفتننكم الشيطان شيطان ان دايفتناتشو ان دايفتاتناتشو ان دايتماتشو كما أخرج أبويكم من الجنة هلت بيتسوتشاتشون ان تباتاتشون آدم ان حواء أطالو قدكتو شنقلو كجنة ان داسوتاتشو ان انتن ان دايفتناتشو ينزع عنهما لباسهما الزالي ما قدكتواتشو وسوسواتشو لبساتشون أسول لك أكتشو ليريهما سوآتهما هفرة قلاتشون لقلتباتشو لأسايياتشو اندي هرقوشانة قلاتشو تاريات مكروبا لفو نقر اندات تطال للويلال كذان الله من على إنه يراكم السو إبليس شيطان ياتشوها لنانتن هو السم وكابيله يسو بالدربوشم أنانتن الملكات واتشوال من حيث لا ترونهم أنانتن نسون ما يتكما تجلو بتاك عجا الملكات واتشوال الله سبحانه وتعالى ليت على تفترو ستواتشو لجنوش كقر قده بستجربة يالو النقر من ملكات اتشوال زاري سووش تلسكوبين بمتاكم تلسكوب اندسكوب اكس ريس ندي بمتاكم عند دبك نقر وستيال النقر ياغين يالو then نني جنوج سيفطراچو عيناچو حيل يالو ليو تفطرو يالو سلوهنا كغرغدا بستجربا يالن نغر ليايو ليملكتو يشلالو هونوم گن فطور دكاما فطور كمهوناچو ايهي اياسالفاچو ليلانيو قدم يتناغرنو قرين الله سويو بميدبت بوتا ابرو تكتلوت يميهد يجن قرانيا غادنيا الله كزام سويش لمثالي عند نغر سيطفاباچو ወደ መጻፍ ገላጭ ዘንድ ሄዱ ይባላል በተለይ እቃ ሲጠፋ ማን ሊወሰደው ማን ሸሸገብኝ ሴቶች ወርቃቸው ሲጠፋ ተሰርቆ ይሄዳሉ ወደዚያ ዱንያ ከመሆኑ አላለፈም አለያም ራሳቸው ሌባን መመርመር በሚችሉት መንገድ መርምረው ሊደርሱበት መብታቸው ነው ጥሩ ይሄን ነገር ማከናወን የሚችሉ ሰው ፖሊስ መርማሪዎች አሉ ነሱን መጠቀም ዘዴ መጠቀም አይነተኛ መፍትሄ ነው እንጂ ጠንቋይ ዘንድ መሄድ መጻፍ ገላይ ዘንድ መሄድ ከዛው አላ እሱ ያቺን የጅን ኢንፎርሜሽን ይዞ ሌላ ነገር አክሎ አስተካኮ በሚናገረው ነገር ካላህ ሱብሃነ ወተዓላ መንገድ መውጣት ጀሃነምን ያስወርሳል ጀነትን ያሳጣል ኸወተል ኢማን
ታዲያ ምን ያደርጋሉ ለኚህ መጻፍ ገላጮች ወይንም አራፎች ምን ያደርጋሉ አንድ ሰው ወደ እነሱ ሲመጣ የዛ ወደዛ የመጣው ሰው ቀሪሙ ከዚ ከጠንቋዩ ሰው ዘንድ ውል ይኖረዋል ሽልማት ይኖረዋል ያን ያመጣ እንደሆነ እቃ ሲጠፋ الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم السن يسو غبر ابروچم انانت النسون ما يتكما تشلبت اقطاچا يايواچوال بالو مسرت الله سبحانه وتعالى اندنگرن يا يالو جنوچو تدبقو كذا سويو اندنقا سيوسد جن يايوال سيدبقم يايوال سيششك كذا بوحالا يا سو عراف زند يدال مصاف گلاچ زند ከዛ የዚ የሰራቂው ሰው ጅን ይናገራል ቀሪኑ ሄዶ የኔማ ባልደረባ እንዲያድርጎ ብሎ ሲናገር ሌላኛው ይሰማል ጅኑ ይዘንድ የታወቀ ይሆናል ከዛ ሰዎች እስቲ ገሌጋ ሊሄድ ብለው ሲሉ የሚሄደው ሰው ቀሪን ደግሞ ፈጥኖ ወደ አራፉ ዘንድ ይደርስና እየመጣልህ ነው ሲለው ሹክ ይለዋል ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ይሄ እጅግ መኮፈስ ይጀምራል አራፉ ከዛ ምን ይላል ልክ በር ሲገባ እገሌ ገባ የሚል መልእክት ያስተላልፋል ይሄን ግዜ ይርበተበታል ይሄ ሰው ይርበተበታል የሚሆነው ነገር ይጠፋዋል እሳቸው መቼም እንኳን በሰው ልብ ውስጥ ያለውንና ድንጋይ ውስጥ የተደበቀውንም ነገር ያውቃሉ ሲል ይታለላል ከዛ በኋላ ምን ይለዋል ስትመጣ እንዲገጥመው ነበር መሳህን እንዲኔ በላኸው ይለዋል ጅኑ ስለሚነግረው ከዛ በኋላ በመኪና መጥቶ ከሆነ ከሰው ጋር ተጋይተህ ነበር ተጨቃጭቀህ ነበር ይሄን ገጥመው ነበር ሚስቲ እንዲህ ብላ ነበር ባልሽ እንዲህ ብሎሽ ነበር እያለ ያንን ሰዎችን ማለት ነው ለሱ እንዲገሩ ለሱ እንዲያጎበድዱ እንዲሰግዱ የሚያደርግበትን ዘዴ በመጠቀም ያናገራቸዋል ያን ጊዜ ርበተበታሉ ጌቶቹ ሆይ እንደዚህ ያለ ነገር ጠፍቶብኝ በሬዎች ተሰውረውብኝ እንዴት ማድረግ ይሻለኛል ሲል ሱጁድ ያደርጋል በዚያ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ጅኖቹ ይሄንን ይጠቀሙና በየሃል ነበርም ወይ እኔ ጠብቀህ ነበር እስከዛሬ ድረስ እኔን አላመልክ ብለህ አልገዛ ብለህ ይቆፈስበታል ከዛ በኋላ ግብር ገባሪ ያደርገውና እቃህን የሰረቀው እገሌ ገሌ ነው እንዲህ ያለ ነው ጠየም ያለ ረጅም እዚህ ቦታ ሸሽጎታል ይላል ጭድ ስር ወጥፎታል ይላል ጅናይቶት ነው የነገረው ሌላ ነገር አይደለም ወይንም ባጭሩ ባሁን ሰዓት ባንዳንት እጅግ በሰለጠኑ አገሮች አንዳንድ ከተሞች ላይ ምን ይደረጋል ድብቅ ሂድን ካሜራስ ድብቅ ካሜራዎች ይሰቀላሉ ከዛ ሰዎች የሆነ ስራ ሲሰሩ በዛ ካሜራ ሰዎች ያያቸውና ከዛ በኋላ ይያዛሉ ይሄ ጥሩ ቴክኖሎጂ ይደገፋል ጅንን በዚህ መልኩ መጠቀም ግን ይሄ እኽወተል ኢማን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን መሸጥ ዲንን መሸጥ ካላህ ባሻገር ያለን አካል ማምለክ ነው ይሄ እነሱ በጥቂት ملكت يسطونا سويون جن ينسو بارع يادر قتال متكام يادر قتال تهدي باون ساعت ساتلائت وچالو لمسالي عند كستة سيكسد يا ساتلائت من رجاستي فلقو يبالال كذا ساتلائتو كله سيكرس ينبرانو سويج كما يو تاكتاچا ساتلائتو كتاتلا چوال انا من رجان يهك ابلا چوال جنو اچم انديان لسران በመስራት ሰዎችን በማጣለል ሲያሞኙ ቆይተዋል አሁንም ቴክኖሎጂ እጅግ በረቀቀበት ዘመንም ያራፍ የመጻፍ ገላጭ ተገዥዎች አቢዶች ጣማሞች ሞልተዋል እኽዋ እና እንዲህ አድርገው ሰዎችን ለነሱ እንዲያመልኩ እነሱን አንዲታዘዙ ያደርጓቸውና መስመር ከመስመር ያሰጧቸዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን አታ አራፈን عراف زند هيدو يطيقو سو 40 كان ميسجدو صلاتو بزيرو يبازال فرش نو يلالو ومن اتى عرافا وصدقه بما قال عند مصاف غلاج تبلو አዋቂ ነው ተብሎ ሄዶ ሲቀባጥር ሰምቶ እውነት ብለዋል ጌቶች ብሎ ያረጋገጠ ሰው فقد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم محمد ይዞ የመጣውን የቁርአን መልእክት እስላማዊ መልእክት ክዷል ይላል ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አናግረው
إخوة الإيمان إيهنو سيستمو الله لنفرانا ودا قطسن يومن قد لنم اللسي قبانا إخوة الإيمان كذيك أطلو يمنا يو يا طاوت عملكوتنا يجنوج تسسرن طاوتات مالت قوزا قالوش ناتشو طاوت مالت وي كدنغا يتكرصة وي كإنشات يتكرصة سووش يميك أبابوت يمي عملكوت عينتنو سووش بزو توريستوش بروك مسراك عندان طاوتاتن ليو تأمرات اللاتشو بلو وتت لي اتطو ليك ابابو يهدالو تزيت اوت معان اندو سووچو وتت سيقربولت باير لاي وتت يتطال انا ايهنن تامراوي طاوت اني بلو بزو سووچ بزو غنزب كفلو ودزا طاوت بميهد طاوتون وتت ياتطوتال وتت ميتطاو يا كدنغاي تطربو يتسراو بلشو يتبجو طاوت حاولت سايخون كسو بستجربة سويتش بيهيوت يالچالوت جدنا كزان ميقرم عينت دمسل بموطات كسووتشو لي مقبن بموصد إيهن نقر أستولو يماوكو سووتشن بماتالل يتاوت عملكو يتدقفا بسووتش يقرفو لد عمتاوي بقال تدرقو لد السو زناب أوراج السو فامي شاري السو تقامي قوجي تدرقوي قوستدار بتلي نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو بدكزي قريشوش تاوتي عملكو نبارة مكة وست طائف لي با أقراباش عقروش لي باشام عقر اندزيوهم باروك مسراك عهنم تشاينا جابان كوريا هند اندي عالو بوتاوش لي يتاوت عملكو توش اجيك سفتو تنصرافتو يكن يالو تادا سووچ منم سايايو ساياستولو يكون اجي ميساتواچو አይደለም ተታለው ተሽምግለው ነው اخوتن ايمان نبيو صلى الله عليه وسلم ود مكه بغبو غزي بمكه وسط يالو 360 طاوتوتن عبدوودموال 360 طاوتوچ በያንዳንዱ ቀን ስም ተሰጥቷቸው ይመለኩ የነበሩ ጣውታት ናቸው ስለዚህ ጦርነት ላይ ስንሳተፍ እንዲረዱን ጋብቻችን እንዲሰምር ንግዳችን አጥራፊ እንዲሆን እና በመሳሰሉ ነገሮች ሰዎች ለጣውቶቻቸው ችግራቸውን በመንገር ለጣፈንታችንን ወስኑልን ብለው ለነሱ አቤቱታን ያቀርባሉ ታዲያ ከነኚህ ጣውታት በስተጀርባ ያለ አንድ ምስጢር አለ ያ ምንድነው ጣውታቶቹ አብዛኞቻቸው ሰደና ኻዲም አገልጋዮች ጠባቂዎች አሏቸው ከዛም እነኚህ ጠባቂዎች ላይ ጅኖች አርፋሉ ከዛ ጅኖች ሰዎቹ የሚጠይቁትን ነገር ለየት ያለ ዕውቀትን በማሳየት ሰዎችን ይስባሉ እዚህ ሀገር አትሄዱ ጥሩ አይደለም ሀገሩ ከዚህ ሀገር ተቆጠቡ እዚህ ንግድ ላይ አትሳተፉ እንዲህ አይነት የማጭበርበሪያ ንግግርን የተናገሯቸው ከዛ በኋላ እጅ እንዲሰጡ ያደርጓቸዋል ድምጽ ያሰሟቸዋል አስፈሪው ምን ድምጽ በለሊት ጨለማ ውስጥ እንዲያሉ ነገሮችን ያዩ ስለነበረ ከዛን ለነሱ አምላኪዎች አጎብዳጆች ይሆናሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ወደ መካ ሲገቡ 360 ጣዖትን በአላህ ስም በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሰዎችን አዘው አስፈረሷቸው መካ ከጣዖታት አምልኮት ንጹህ ሆነች አላህ በብቸኝነት ይመለክ ጀመር ከዛን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነኽላ ምትባል በጣኢፍና በመካ መሐከል ምትገኝ ቦታ ላይ ይህም ተመለክ የነበረች እጅግ ግዙፍ ጣዖት ነበረች ዑዛ ተብላ ምትጠራ ከዛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ خالد ابن وليدن هيدنا عزان اطفا بنولاكو يغزي خالد وتادروچون يزو هيدو خالد ابن وليد ازدا عزرت من اكابابي لي سيدرس ياغر 3 يسمو لا زافوچننا بيتوچن قر زافوچن قرطا بيتوچن عرارسنا تملسو ده النبي صلى الله عليه وسلم ازار ريپورت سيارب منالو النبي صلى الله عليه وسلم ارجع انك لم تسمع شيئا تهيد منم على در
يالكوت النجر على دركم جبهن على المتهم على النبي صلى الله عليه وسلم من مالت نبلو خالد بن وليد سملس الزاوست عندت عروجت سيت نبرتش يتش عروجت سيت اركانوان تكامتا سقرواي تنشبار نبر عفر يافسه بلا علي اندزي تبتن علي እዛች ሴት ላይ ጅኖች ያረፉ ነበር ሰዎችን የሚያጠሙት በሷን በጥመው ከዛ خالد بن وليد ሰይፋቸውን መዘው ያች ሴት ገለው ወደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ሲነግሯቸው ቲልካውዛ ዑዛ ማለት ሰዎችን ያጠመች ያች ነች ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ከጣውታት አምልኮት በስተጀርባው ምስጢር ይሄን ይመስላል በዚህ ትምርት قتل ايمان بزي تمرت يمجرش رئيس يتسطو جن بتام اكبر يونا اسكاون كتتتقصوت كله بزو سوتين لتمت يتدرج عن رئيس الله ساحر دغمتنيا موارنيا يبا